كنت عندي تجربة في ألحان وشباب في تلمسان في 2006 جو بونس 2005 في بريمي تور تما في تلمسان ربحت ايوا بعد عاود داروا التصفيات غير تما في تلمسان رفدونا حنا أربعة من بعد طلعت دومي فينال طلعت جيت هنا الأرجي دومي فينال في لاكوبول القاعة البيضاوية في الدومي فينال ثاني ربحت عاود نم لا فينال قعدت لا فينال ابخي في ملي وصلت لا فينال كان عندي لي زيتيود وكاع كنت عندما كملت قرايتي في كان عندي لي زيكزامان جامعه وهذه منا ديجا في لا ريبيتيسيون ملي كنت صغير كاع منا كنت نروح هكا مع شيوخ اكبر نغني معاهم الطرب نغني معاهم كان هو القدوه تاعي الاولى ناري ولهفت قلبي ليلي وسهري وحبي حتى جراحي ألمي وأسفي وندمي سلف ودي أيامي وأحلامي شوائي وغرامي حتى سكوتي كلامي آهاتي ألامي سلف ودي أسوأ ذكرى هي النهار اللي تعرضت لهذاك الحادث تعرضت عليه في باريس تقدرت عليا أي إنسان تقدر عليه الحمد لله ما عندي والو الحمد لله راني بخير وكاع كنت خدام نورمال خدام كملت الخدمه ابخي كي خرجنا براكاونا وحدين بون ما عرفناهم شكون وكاع براكاونا بالكوابيس بالكليمونجان وكان بزاف يطلقوا اشاعات باللي فتحي مضروب في وجهه الحمد لله ما عندي والو سي بور سا طلقت هذيك لا شونسون تاع سلامات دعوه الملاقات لي فان تاوعي لي بغوني لي سقساو عليا ونشكرهم ونحييهم كاع جاتهم حاجه بسكو حكيت حكايتي حاجه اللي صرات لي غنيتها دون 9 10 طلعت بريمي طوندونس هذا العام الرابع التوالي خدمت مهرجانات خدمت في الكازيف خدمت في مهرجان وهران ميريديان مع وزاره الثقافه خدمت مع نونسي خدمت في لي فيستيفال تاع بالعباس تاع الراي مهرجان تاع الراي عندي دو شونسون افيك دو كليب راني نوجد فيهم دون 10 جور ولا ان شاء الله يكونوا في السوق ان شاء الله سوربريز